مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. الانتجراترون هو هيكل ذو قبة طويلة القامة يبلغ قطره 17 مترا، وقد صممه اليوفولوجي جورج فان تاسيل. ادعى فان تاسيل أن الانتجراترون قادر على تجديد الخلايا ومضاد للجاذبية، ويمكنه استخدامه للسفر عبر الزمن. قام فان تاسيل ببناء الهيكل في لاندرز في كاليفورنيا بالقرب من شجرة جوشوا باتباع الإرشادات التي ادعى فان تاسيل بشدة أنها من عند الزائرين من كوكب الزهرة. تم بدء تشغيل آلة الانتجراترون في عام 1957، وقد تم الانتهاء من إنشاء الهيكل في عام 1959، وقد تم تمويله في الغالب من خلال تبرعات. بعد وفاة فان تاسيل في عام 1978، كان للمبنى مجموعة من الملاك قبل أن يشتريه الأخوات جوان ونانسي وباتي كارل في أوائل عام 2000. تروج الأخوات كارل للانتجراترون باعتباره بنية مثالية من الناحية الصوتية، إذ يعطي جلسات صوتية يصفونها بأنها جلسات تشبه التأمل مصحوبة بنغمات من الطاسات الرخامية. كان جورج فان تاسيل ميكانيكي طائرات ومفتش طيران سابقا، وقد انتقل إلى صحراء موهافي بكاليفورنيا لتشغيل مطار وفندق هناك. أثناء وجوده هناك بدأ يتأمل في الصخرة العملاقة التي كان الأمريكيون الأصليون في المنطقة هناك يعتبرونها صخرة مقدسة. في أغسطس عام 1953 ادعى فان تاسيل أنه قد تم الاتصال به عن بعد، وبعد ذلك قابل أشخاص من الفضاء الذين قدموا له تقنية لتجديد أنسجة الخلايا البشرية. بناء على هذه التعليمات بدأ فان تاسيل في بناء الانتجراترون في عام 1954. تم دفع تكاليف البناء جزئيا من خلال سلسلة سنوية من مؤتمرات المؤمنين بالمخلوقات الفضائية، والتي استمرت لمدة 25 عاما تقريبا. اكتمل بناء الهيكل الرئيسي في حوالي عام 1959، ولكن استمر فان تاسيل في العمل على الجهاز حتى وفاته المفاجئة في عام 1978. وفقا لفان تاسيل، يعتمد بناء هيكل الانتجراترون على توليد حقول مغناطيسية متقطعة قوية تؤدي إلى توليد البلازما في شكل إفراز إكلوي وتؤين سلبي للهواء داخل المبنى. يعتمد نظام الانتجراترون على مذبذب الموجة المتعددة الذي اخترعه العالم الروسي جورج لوكوفسكي. الموجة المذبذبة المتعددة هي مزيج من كويل تسلا عالي الجهد وكاشف موجات سبليت دائري التي تولد ترددات مغناطيسية عريضة النطاق. توقع فان تاسيل بأن الترددات المغناطيسية تؤثر على الخلايا البيولوجية، ويعتقد أن كل خلية بيولوجية لها تردد كهرومغناطيسي فريدا من نوعه. وفقا لفان تاسيل، فأن توليد ترددات كهرومغناطيسية عريضة النطاق من قبل الانتجراترون يتردد صداها مع تردد الخلية ويعيد شحن التركيب الخلوي كما لو كانت بطارية كهربائية. ادعى فان تاسيل أن الخلايا البشرية قد تجددت بالفعل أثناء وجودها داخل الهيكل. تمت إضافة الانتجراترون إلى السجل الوطني للأماكن التاريخية في أبريل عام 2018.